différente. Alors, chef Tekana, personnellement, j'ai découvert ce que tu avais fait quand tu avais remixé Ouled Lahnad. Yani, في le nouveau projet ديالك, في الخدمة ديالك الجديدة. Je te connaissais en tant que DJ dans les clubs, mais هنا fait le remix que tu as fait à Ouled Lahnad qui est exceptionnel. Après من أجلك عشنا يا وطني, c'est encore كاين كيتشرد الداس. هو بصح راك داس justement. راك داس شارك قارع باش تطلق. Parce que كل حاجة في وقتها كفاهم. ديجا طلقتك فاهم. Ouled Lahnad طلقته يا 20 jours. وزدنا طلقنا مورسو دروك فاهم. خليهم شوية يريحوا. والشعب طماع تسلى هذه اسمع هذه زيدني هذه زيدني كفاهم يبغوا يسمعوا دونك علاه راني مطول باسكو عندي ثاني ريليز راجي في سبينين فاهم ريميكس اوفيسيال تاع كاشمير مع ايفي وكريويلا هذاك ناوي قلت ريميكس اوفيسيال غادي يخرج باقيش بزاف دونك ماش عندي بزاف وقت فاهم شاك 20 15 غادي يخرج تيت Alors qu'à un moment, il y avait la vague t'as les DJ algériens, les beatmakers qui mettaient les sons d'album ou les compositions, les productions d'album, les plateformes pour être jouées ou la rejouées à l'échelle internationale ou les grands DJ. Bon, on en a deux ou trois à Nafzer, les Narfoum, mais ça ne t'intéresse pas. ولا سي 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 بصح انا جي سين ديريكت مع لابيل هما يدبروا يصانهم في ديستريبيسيون كاع تبقى الموسيقى تاعي في كاع البلاتفورم فاهم وي دونك جو فيز لوان نروح مع لابيل ديريكت ثاني كونترا فاهم اون بليس لابيل لو ميور لابيل فاهم سبين اند ريكورد ما كاش فوقه وي فاهم وي دونك صافي بليزير راني مستني فيه واش جاي موسيقى واحد اخر ثاني سموه زبانا سنيته خدمته 15 جور مور اللي سنيت وهران جي لي سيني مازال ما يخرج كاين هادو زوج راهم جايين ذا ميكس اوفيسيال ومون تيتر سمو زبانا زبانا ودوماج احمد زبانا وناس وهران اي تو سكي فيان الوغ اجوردي اليوم نهضرو على لي دي جي لي ستيل سون ديفيرون لي دي جي راهم غاشي بصح بوكو اون دو مال سامبوزي في لا سين سادير اون دوار دي ديسكوتيك ولا اون دوار دي كلوب وانكور ما كاش بزاف اي با بوكو يعني يعني ريزيدون Il n'y a plus de festival de DJing. Quand il y a un blackout ou la mazel ou blackout, mais c'est le seul pratiquement, le seul festival. Le seul est le meilleur, d'accord. Parce que je me cache au gars. Le seul festival était j'aime exprimer, d'accord. Maintenant, la chaîne brief blackout. Je sais que le dernier blackout, leader of. Mandé chez Brichab, 5 juillet. Chaîne brief 1 an, d'accord. Je vois là, de Khalek chez Brichab, d'accord. Dilek Soul King, ok. Commercial. Voilà, rythme-moi. Je sais que la boîte garde satisfait. Ouais, gars. Ouais. يا السيرفر ساتيسفي دير له زعما يا كاع ريزيدون واعر في الجزائر صاحبي جوج تخدم وصاي ما تكسبريميش مي كون تفي ديسن كيس كيفو واش يلزمنا جوستومون بور كوني ديسن كوم سا وهرن بار اكزومبل معروفه حيه فيفونت اون برينسيپ نلقاوك في كاع لي بارتو في كامل لي سان في وهرن في لي بلاج وا مي صاحبي الجزائر هي الواعده باش تساتيسفي زعما والله شو غادي كنت ساتيسفي لي زاجيريان غادي تروح بعيد اقسم بالله باسكو الشعب فري واعر فري واعر في الودن واعر واعر فباش تعطي حاجه اللي يبغيها واللي تبغيها نتايا جونك انا من جي ريوس سا راني حاسس واحد حاجه كبيره على بالك اقسم بالله باسكو اللي نبغي انا باش يبغوا هما فاهم دونك نخدم اليز بو مي سي انورم اون ميم طون سي بو باش تسمح فيها شات تبغي نتايا على جالهم فاهم فاهم العفسه ولا دي شات تبغي نتايا هما يتبان لهم مهبول فاهم تخدم ستيل ما يفهموش تخدم حاجه يفهموها انا هذاك شنو قلت سكو جافي دي البارح قلت لهم اي لي با كونسيون ما راهش فايق ما راهش عاد فايق باللي اش راه يدير سي انورم سادير كو الموسيقى اللي يديرها راه كبيره بزاف سادير مازال ما فاقش وما فهمش بلي غادي هاد الصوالح يبدلوا كلش ها سافا فيغ ايفوليسيوني لا ميوزيك هنا عندنا في الجزائر مي بارلو ان تي بو ولا هضرنا نهضروا شويه على الباركور ديالك ها نعاودوا نرجعوا شويه على على الموسيقى كيفاش لعبتها كيفاش طحت بها فيها انت ديجا الموسيقى ا كل مومون تي تومبي دون لا ميوزيك وقتاش صاي ماشي زعما بديت صاي وانت وين صاي قلت بلي انا غادي نبدا نخلط غادي نجيب هذه اللصقه هنا نسي ندير بها صون ولا تيان نشبه دي جي ولا هذه ملي بديت موسيقى راني نحوس نوصل سيتي كوا الديكليك صافي 12 عام وانا نحوس عليها هذه 12 عام ملي بديت موسيقى وانا نحوس نكري حاجه جديده حتى طحت فيها وبديت بكاسيتات لي سي دي ولا ديريكت ميوزيك في اورديناتور ديريكت اف ال ستوديو 4 نعقل 2007 j'avais 16 ans تما بديت à 16 ans 16 ans première tentative تاعك t'avais fait quoi واش درت كنت غير نزبل j'adore l'expression dit alors direct نشكل غير طمطم طحت فاهم غير شكل وصاي بون كاتب لي راني نخدم مي كنت غير نشكل
تما حنا كي كنا نديرو بايبو بي جي تا وقيلا كاع مازال موسيقى ديمارينا بايبو بي جي كنت نخدم كنت غير خلاط مزيه ما سمحتونيش كي كنت شكرا سي بيان سي بيان مي فرانشمون سي بيان انا جوري فولي زعما شغل نطيحو على لي بروميي سون تاعك ولا نسمعو فريمون السون الاول انا ما انا سي بريميوم انا نكون نخدم في بروجي نلقى روحي غير جو طايح في كاش طريق تاع واحد ولا سي بريمي كاريمون انا تحوس الماك تاعي عندي ربي 20 بروجي تاع بروجي با وي فاهم هذوك ما صحاح الاخرين هذوك غير نشوف حاجه ما تعجبنيش 100% سي بريمي نبغي حاجه 100% في بيرفكسيونيست نبغي حاجه بارفيت ولا ما نخليلكش لوكازيون باش تكريتيكي فاهم دونك جو فيس كل اللي ما تعجبها اللي قشاب تعجبها اللي تعجبني انا اللي تعجبني الانترناسيونال بزاف صوالح فاهم دونك سي دي بولو والله لا نعي با وي جيماجين سي با سي با اه تخمام ماشي هكذاك برك سادير سي با نيمبورت كوا سي ان ترافاي كون بريبار و كي نديروه من قلبنا سي فوالا ميم لي اللي كيتخطط لها وعندها عندها ميناك جايبها وكي غادي ديرها فاهم جو وهران سي فري خدمته في ليله وهران ليله خدمته زعما في الليل خدمته صباح كان كامل من الساعه تخربت فيه حتى سنيته وميكسيته سي فري خدمته ديريكت جات لا كرياتيفيتي مي ليدي كانت كاينه ديجا كانت كاينه على بالي بلي غادي نلقى ندير حاجه مداحات مع هادي فاهم شغل ما كنتش ما كنتش مرياليزيها اون ايدي صاي فاهم مي ترياليزيها هذيك هي العفسه الناس عندها دي زيدي وراني تيكس اوردينير بصح كاين ثاني لو ريميكس اللي خدمته تافي في ان تروك تاع على خالد سيتي انتي سبابي واه ما شاف هذاك ايلي جوست اكستراوردينير هذاك ثاني افيك تا توش اون فا ليكوتي شويه هكا غادي نسمعو على هادشي مي اوجوردي في ميوزيك الكترونيك انت تو بوزيسيون او باسكو لا ميوزيك الكترونيك راها بحال يا بليزيور ستيل تو والله ما على بالي وانت تو بوزيسيون فاش في الميوزيك الكترونيك والله ما على بالي معك بصح والله نخدم كل سنه ومن نلقى راحتي نروح مي سي تو دوفي دوني ان نو للموسيقى تاعك ماتنون سي كيف تسميها انا نسميها الجيريان دانس ميوزيك هكا جيتني شغل قليله جاتك شنو نزيدوها شويه حرام شنو نزيدوها زيد اللي بغيت بصح زعما ستيليها ديها عند استيتيسيان باليش انا شنو نزيد لها جو سي با دونك نغارديوها الجيريان دانس ميوزيك اوكي وي بوركو با سي ميوزيك الكترونيك و الجيريان بارفي داكور خلاص انا جو بران اي جو نو ما عجبكش ها عجبني بصح انا بغيت نزيدو فيه زعما نزيدو له حاجه كلمه بالعربيه هكا بروبوزي ها دوك نخمم معاك دوك ما جيت كمل ليميسيون قالك حاجه سينو دونك اون ديزي بلي في الموسيقى اوجوردي تي ريفيرونس اون دي جيينغ شكون على الشان ناسيونال وانترناسيونال شكون اللي زعما بالنسبه عندك انت هذاك هو لوبجيكتيف خاصك تلحق المستوى تاعه ما غاديش نقول لك على حتى نوصل لها حتى توصل لها تقول لي صاي وصلت لهذاك فوالا مي تا دي ريفيرونس شكون جابك شكون الدي جي اللي جابك لهاد الموسيقى كاين بزاف انسبيرينا بزاف شغل اللي ميغ هنا ولا هي ها نو هنا ما كانش صح ما كانش اللي هي صح اوكي كبروديكتور ماشي دي وي 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 كاين كاشمير كاين تيستو كاين نايف باري هادو ثلاثة هما زعما لي ميور زعما عندي فاهم كل واحد فاش لو ديرني افيتشي سمعته؟ نو ما سمعتش لو ديرني افيتشي افيك فيرغاس تحسب لي كي تاع بارسا كل ما نانونسي تحسب اني نانونسي جوار تاع بارسا دوك سمع اي سيتي لو ديرني قبل ما يموت الا في هاد لو تروك جو تلو فيغ ايكوتي جو سور تو لا ايكوتي ولا يكون طاح في ودنك هكذايا اي دي موا سكو تون بونس باسكو داكور لو تون كمالك نو لتروف Avicii, Vargas et c'est le nouveau, voilà, le dernier Diallo. On va en parler, je suis Agda. Enfin, l'avant-dernier, parce que le dernier, c'est Heaven. Tu l'as ? Ok, on va le trouver, il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'il est là parce qu'on a l'habitude de le diffuser. Naoud, par exemple, les tournées Diallo, tiens, les dates. Parce que c'est vrai que le nom est là. Khlas, Maarouf Fiwaran, évidemment, parce que tu es résident dans un club. Tu as fait un ou deux événements qui can blackout et tout, mais à part ça? À part ça, pour l'instant, ma ben wello. À part, j'ai une date pour Blackout Festival, le 27 juillet, le grand festival. Mm-hmm. Sinon, elle est confirmée. Quelques dates, mais c'est confirmé. Ok. Pas encore. Donc, le Blackout, ça sera le 27 juillet. Et puis, entre-temps, on va regarder l'actualité. Il y aura deux DJ internationaux. Je vais faire un peu de ça fait plaisir d'y jouer avec eux signé fi spinin ou gars super excellent asma merci
لو لي فيولون سون اكسترا في هاد لو تيتر لو لو Et justement, qui ce matin, il m'a fait penser à toi, à le dernier Avicii, et je me suis dit, Original. Alors laisse-moi mettre le cas de l'outil parce qu'il me fait penser à toi, Kinsman, et je te positionne par rapport à ça et je me dis, Randall va travailler avec des voix, va travailler des, réellement des productions Hagda ou une, un peu à la Avicii avec les artistes Ismanaum. Et quand est-ce que lui commencera réellement à travailler avec des Algériens d'abord ou bah des, bon, c'est vrai, il y a eu des collaborations, des remixes d'Ertuhum avec des voix, mais de la production pour des chanteurs, réellement, on aura sur un truc Hagda. Il y a quelqu'un qui me dit, كولابوراسيون حاجه كبيره فاهم تحس باللي كولابوراسيون معايا جو يعطيني ايدي ما باليش انايا كفايه يكملني ولا باش نخدم على جال اسمه نو لي فوا سي باسكي مون كي با باغ اكزومبل ياسمين بالقاسم دارت وطني ايش اللي كاين شنو وطني اون بيل اون تري بيل اون سوبر بيل فوا اي في كومون كتا ريميكسي ا مومون دوني شغل جي مي دو طون طولت باش عاود عقلت قلت لا هذه اغنيه تاعها خدمتها هو عاود جا خدم عليها مي اون افي امبريسيون كو نتا تافي كومبوزي بور ال تغليت واه مي سي سا سي لا او اون روتروف كاع الجيني تاعك اون طونك دي جي ال ان سوبر بيل فوا سا بوري بيتيت تو دوني ديزيدي بور لا سويت وي وي بوركوا با وعلاش لا كاين مام ياسمين عماري ثاني ياسمين عماري تري بيل فوا جايه ما تكملش كيما دير لها كيما طبل لها ترقص لك فاهم شو ولا مازال ما تفهموا في الستيل مازال ما فاهم سي فري هي تحصيلها انا نحصيلها مي مازال كاين بزاف هكا هو يطير وانا نطير بصح ولا مازال ما نتقاربو مي تو فودري غيالمون تخدم معاه زعما لو كان مادابيا بيان سور مادابيا قلت له كان نبغى واحد ماشي كاع باين يعطيني حاجه ايدي يكملني وفازي نخدم معاه ياسين مساء الخير دي دير دي جي راندال صافي صاحبي صافا بيان الحق هذا الحق ديريكت لا ناجيري جو جو بارلي ا راندال بغي نهضر معاه ميل فو ابال كوم با بوسيبل انا سكي ما لو بلوس سوربري انت قلت لي ياخذ لي فوا ميم لي شانسون الاخرين اي تو سا il les remixe et tout mais il a fait autre chose encore plus fort c'est qu'il a pris un passage تاع une vidéo تاع Soul King c'était juste un passage c'est même pas une chanson ou là et il en a fait une chanson البارح voilà c'était une story sur sur Instagram et ça ça m'a vraiment surpris البارح et ça m'a vraiment comment dire touché voilà exactement impressionné voilà impressionné voilà tu te dis que le gars il est vraiment fort pour pouvoir faire quelque chose comme ça à me prendre un passage t'as une story où il le sent il est pas vraiment exceptionnel et il en fait un truc de malade là il ambiance tout le monde avec et tout. Ça fait plaisir maintenant j'ai dit comme حاجه البارح خدم avec une platine خدم بلاتين واحدة البارح exactement la platine n'était pas linkée et du coup c'est il a enchaîné 7 titres platine واحدة c'est juste incroyable ça parle هاي اللي خطو جدو حكك كوز جزائر جدو حكك كوز لا 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 يا جزائر صغيرة تسقد ما تخافش والله احنا طيبين طيبين يعطيك لا سوري تميكسي بها تليفون قال ما عليش غير تنفوت لا سواري ميكسي وصاي وادي جوان جا هاي اللي خدير هاك دوك تقلش نو جو ميكس با منا لا با نو سي التالون كي بارل هنا فوالا اللي خطيك تقليمي لابغى مكاش لي موايا تحصل في لي موايا تقعد لا با وي